المخرج الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف كان من خلال عملت معاه دور صغير أوي في فيلم اسمه رسالة من امرأة مجهولة، بطولة الأستاذ فريد الأطرش ومدام لبنى عبد العزيز. ده أول تعارف بيني وبين الأستاذ صلاح، و يعني صارت زي ما تقول معرفة يعني أو شبه صداقة بيني وبينه. كنا نتقابل في محافل فنية يعني كثيرة جدا، إلى أن جاءت الفرصة في يوسف شاهين الله يرحمه وقال لي أنا عندي فيلم عايزك تقراه، اللي هو فيلم السقامات. فقلت له اشمعنى الفيلم ده يا مجهول؟ قال انا عجبني جدا القصه، عجبتني جدا خصوصا الكاتب بتاعها الاستاذ يوسف السباعي، ورجل الله يرحمه كان رجل قدير جدا. ورجعت يعني اتعاون مع الاستاذ صلاح مره ثانيه، وكنت سعيد جدا ان انا عامل معاه الفيلم ده، لانه فيلم يحمل ابعاد انسانيه حياتية مهمة جدا جدا، خاصة ان انا كنت قريت القصة وانا صغير يعني. فكان فيها مونولوج في بيتكلم على الموت، وان الموت جبان، انه بياخد اعز الناس، وانه مقتحم الحياة، وفلسفة الموت بيقولها الاستاذ يوسف السباعي في كام سطر كده من أعمق ما يمكن. الحقيقة أنا فرحت جدا واتقابلت مع الأستاذ صلاح، وقعدنا بقى ندرس الموضوع والسيناريو. كان الأستاذ الراحل العظيم الأستاذ محسن زايد هو كاتب السيناريو. الكلام ده كان في منتصف السبعينات تقريبا، وأنا فاكر كويس جدا إن بعد ما خلصنا نسخة العمل الأولية، فقال الأستاذ يوسف السباعي الله يرحمه حضر عرض خاص قبل ما يعني نهاية المونتاج النهائي والمزيكا، كان لسه بدري يعني، لأنه كان مسافر رايح أفتكر قبرص. فأنا فاكر أنا يعني أنا كنت قاعد وأستاذ يوسف السباعي كده وأستاذ صلاح أبو سيف، فكان في مونولوج بتكلم فيه عن الفيلم، عن فلسفة الموت. موت الموت جبان، تستفيد إيه وما تستخبى ورا سكينة ورا شوبة؟ تعالى تعالى خدني، أنا مش خايف منك، تعالى يا موت يعني. فأنا بصيت على الأستاذ يوسف السباعي جنبي كده، لقيت دموعه نازلة، استغربت حقيقي. فبعد ما خلص العرض قلت له الله، أنا أنت اتأثرت بالبتاع يا أستاذ يوسف؟